مدير الإدارة العامة للمرور بالقيادة العامة لشرطة دبي، صراحة والله الواحد يعجز عن الشكر والله فعلا. نضرب لهم تحية وسلام يعني، ما صراحة أنا أقول لك يا ضاحي خلفان والله عندك رجال، يا أبو فارس يعني خرجت رجال، ويا محمد بن راشد يعني صراحة يعني كلهم يقولون أبو فارس يقول أنا متخرج أو خريج مدرسة محمد بن راشد، فأنا أقول لك يا خريج مدرسة محمد بن راشد والله أيضا خرجت بعد رجال، جزاهم الله خير. ما والله أنت ولا مرة تقول لهم شرطة دبي روحهم يبادرون بالاتصال، إيه ما عندهم يعني يقول لك لا، وهذا ما روحهم يبادرون بالاتصال ويتكلمون بإسهاب، يتكلمون بما فيه الفائدة للجميع جزاهم الله خير، من كل القطاعات الله يجزيهم خير، جزاهم الله خير، نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. وهذا يعني ما بغريب على أبناء الإمارات، الحمد لله رب العالمين وصلنا مثل ما قال الحين بلدنا أبو سيف تو يقول بلدنا الحين عالمية، اللهم لك الحمد والشكر. واللي عيبني اليوم مال المواني مال دبي على قولة الريامي، كانت يوم يت قبل 34 سنة قالت الحمى خلي علي زبد يسمونه قبل عدل المواطنين، الملكة علي زبد ملكة بريطانيا ما يعرف مش درام علي زبد قبل 34 سنة علي زبد يد قالت الحمى بخلي البريطانيين يساعدونكم، اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله. فكر عمي العملية تبغي فكر وتبغي مخ وتبغي ناس مخلصة في البداية، شوف أول شيء في العمل الإخلاص، أنك أنت تخلص في عملك هو الإخلاص بداية كل شيء، إذا أخلصت أنت في عملك واجتهدت وثابرت وهذا بتوصل الحمد لله رب العالمين دائما إلى الأعلى الحمد لله رب العالمين، ودائما الواحد يكون عنده أفكار خلاقة ما يكون متشائم الحمد لله رب العالمين. وهذا ما حصل في الإمارات الآن يخبرني الله أحمد بن محمود الله يذكره بالخير، السكرتير الخاص للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد الله يذكره بالخير، باجي يعني بخير الله يوالي الصحة والسلام والعافية. فيقول لي كنا جالسين ويا الشيخ زايد في العين ما في شيء، يقول لي خلى الدنيا سيح، فيقول لي يشخط بالعصا على الأرض سبحان الله، يقول عقب المغرب كذي جالسين يقول شوي ما براد، بس هاي الأيام بالنسبة لنا يقول قبل المكيفات عندنا براد مهيب غاوي، يقول ياسين والله نسيت المنطقة اللي يقول لي ياسين فيها، فيقول نتحدث هو قال لهم بسوي لكم بعد فترة ما بتشوفون هذا، بسوي لكم شوارع وبسوي لكم، يقول كأنه واحد يحلم والله العظيم، يقول قال بسوي لكم شوارع وبسوي لكم جامعات وبزين لكم الدنيا كلها وما بيشتوي ظلام بحط لكم ليتات، يقول قالنا سبحان الله، يقول كل اللي هاك بهايك الأيام كان ماشي مول ما في شيء، يقول سبحان الله، يقول كل اللي قال استوى، تقول شوف 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 النظرة البعيدة الله يغفر له يرحمه، شوف الطموح يعني شوف خالي غير هي ما الله بسمه القائد يولد قائد سبحان الله، هي القائد يولد قائد، هي خلاص حط هدف قدامه ورسم له خطة استراتيجية وخلاص ومشي على هاي الخطة وعزم، هذا الله يغفر له ويرحمه الله يغفر له ويرحمه، والحمد لله رب العالمين. شوف وين وصلت الإمارات الآن، وأيضا الآن بعزم وإصرار من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه على مواصلة المسيرة الحمد لله رب العالمين، أيضا الحمد لله رب العالمين السفينة تسير الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر إن شاء الله دائما تبحر بأمان وخير وأمن وسلام يا رب العالمين. ما شربنا اليوم النعناع الله يا النعناع، أنصحكم نصيحة يا جماعة الخير عليكم بالنعناع المغلي في الماء. نعم نمرة واحد بلدية بي داقين، والنعم فيهم بلدية بي والله بالمتابعة البلدية صراحة الله حق يعني ما مقصر من ساعة والله بعد المري متصل فيه يقول لي ما في شيء، قلت له بن مزين متصل فيه قبل الدوام قال لي بسافر فرنسا ما حد اشتكى علينا، قلت له انتوا الناس يباركوا لكم عندكم ترقيات ما بيشتكون عليكم، يوم بتسوون ما تسوون شيء ما بزين حد يشتكى عليكم، جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعله أمن وأمان إن شاء الله يا رب. لا شوف بخبرك، شوف قبل فترة كم من يوم سعادة العميد علي عبد الله علوان ما كنت أرمس واحد من الإخوان وكانوا إياه قال لي هذا أبو عبد الله، إيش كلمت أبو عبد الله كيف حالك وهذا، ما محاد من زمان ما كلمتنا ما في ملاحظات ما في شيء علينا، ما راضين عن الجمهور عنته على الأشياء اللي نقدمها وكذا وهذا ما في شيء، قلت لي لا الله يجزيك خير يا أبو عبد الله،
قلت الحمد لله رب العالمين. شوف شوف يعني الحمد لله المسؤولين ما بوقت الدوام ولا شيء يسألونك يقولوا لك في شيء في الحمد لله. هذا عام في الإمارات اللهم لك الحمد والشكر. لا لا الحمد لله في خير اللهم لك الحمد، في خير وفي نعمة الحمد لله رب العالمين. وأبشركم بعد الأخ اللي اتصل في المستشفى هذا بأن نوصل يعني وصلنا رقمه للإخوان في مكتب الشيخ محمد بن زايد، وإن شاء الله بيتواصلون إياه وما بيقصرون. إذا كان في حاجة إن شاء الله بيسدون حاجته وما بيقصرون إن شاء الله يا رب العالمين. شو يقول خالي هنا؟ هذا يقول السلام عليكم، يقول أشكر سعادة الأستاذ صلاح مبطي المهيري جزيل الشكر رئيس دائرة تخطيط المساحة بالشارجة، جزيل الشكر وأتمنى لك كل التوفيق. رجل يقول لك خلوق ورجل متفاني في عمله ومتخذ سياسة الباب المفتوح. والله يا طويل العمر شوف أنا شو قلت لك يا جماعة الخيط، رأى أنتوا الآن لا أنتوا خذوا الشيوخ هم قدوة دائما، منو قدواتنا هنا شيوخنا جزاهم الله خير فهم شيوخنا. يعني أنت الواحد إذا كان مسؤولك كذي مستحيل أنت تشتوي ما تشتوي مثله مستحيل. إيه فدائما والشخص تأكدوا أن الشخص اللي ما يشتغل ما بيخلوني في أي مكان في الدولة، الشخص اللي ما يشتغل يخدم الناس. فصلاح منبطي وإخواني جزاهم الله خير العاملين في هاي الدائرة كلهم ناس والنعم فيهم جزاه الله خير جزاهم الله خير. هذا صلاح منبطي مسكين الساعة 5 يتغدى إيه ساعتين ونص ينتهي الدوام، بإمكانه يسكر المكتب يقول السلام عليكم عليكم السلام الساعة 5 يتغدى يعني خلاص يداوم الصبح زين لين الساعة 5 البيت يتغدى 4:30 5 يطلع من الدوام يسوون يشتغلون لمنو يعني يشتغلون جزاهم الله خير. صح ان انا اذا كان مثل ما تقول عندي معاملة وتأخرت شبه ضايق ولكن بعد واحد يقول نعذرهم شوية والله عليهم شغل وايد مساكين والله عليهم شغل وايد وكفوا عليهم. بعد الأمور ترى هذه بعد يعني خاصة ما يتعلق بالأراضي والأمور هاي والتخطيط تبغي لها يعني تبغي لها أوقات وقت وهذا. والحمد لله والشيخ سلطان مثل ما تقول يعني الحمد لله وضع جل اهتمامه في هذا الأمر بما يتعلق بخدمة المواطنين من ناحية منحهم الأراضي جزاه الله خير، يعني سواء الأراضي السكنية في المقام الأول أيضا بالتجارية بالصناعية وقال لكل مواطن أرض. فهي كلها يعني مثل ما تقول أعباء على الإخوان في دائرة التخطيط والمساحة. ولكن الحمد لله رب العالمين تخيلت إمارة شارجة كم عدد المواطنين اللي فيها كم عدد المناطق اللي فيها متوزعة المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى الشارجة روحها كمدينة ما شاء الله مترامية الأطراف. القرائن 5 والله ما أدري إن القرائن 5 أنا صدق والله العظيم القرائن اللي أعرف إنه 1 ما شاء الله القرائن وصلت إن القرائن 5 استوت. فتخيل هذا كله يبغي جهد يبغي عمل والناس جزاهم الله خير الإخوان يعني جادين ومجتهدين في هذا العمل الله يجزيهم خير ويكثر ناس اللي من أمثالهم إن شاء الله يا رب العالمين. أبوي لا لا ما في ملاحظة طارشين هذا التخطيط اتصلوا عبالهم في ملاحظة أقول لهم في شكر يشكرونكم إيه في شكر يشكرونكم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا بعدين ترى المتابعة مهمة خالد. السلام عليكم راشد. هلا أبوي. وش حالك بخير أبو راشد؟ ما... يا. ألو. ألو لا لا خلي 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 أبا أبا ضروري. لا لا خلي خلي دخيلك. لا اسمعني اسمعني. ها. بط صوت تلفزيون. لا لا خلاص طلعت برا حينه. اسمعني زين اسمعني. أحب الحوش والله. أنا ما بتكلم ياك زعلان عليك. ليه زعلان؟ ما تسمع كلامي يا أخي. أنا في الحوش والله. إنزين لا ما بحيني. عشان السفناب عديته في زبالة خلاص. ما بكذي ما خلي السفناب الحين أنت ما ين على السفناب الحين. ها. يا أخي قلت لك تحول في الملحق ما بطايع ليش تسوي كذي ما أدري بك. ما أريد يا رجال. ليش طيب؟ كوني ين. صدري شوية. منو هذه؟ أي بنتي صغيرة سارة اللي طاح. سارة. ألو. تبسلمي على براءة. عطني 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 سارة ما برا مسكين. عطني عيالك. ما بارك كلام أمي سارة إيش حالك؟ شو أخبارك؟ أبلاسك أنت مينا؟ ها أمي؟ شو تبين ماما أجيب لك؟ ها؟ شو تبين أجيب لك لعبة؟ آيباد. ها؟ آيباد تبين؟ إيه. ورفجتك أجيب لك مني آيباد صغيروني الفنان هذا ما يهمك.
زين؟ لا براهم صغار. ما يخصك أنت، ما يخصك. ما يخصك. هذا حقه ما بحقك. أنت ما تعامل ياك. أقول لك أبغى أدخل فينا. ما لا خلني خلني أتكلم صغاري، أنت ما بتكلم. تعال تعال. تعال باش يا براهم تحمل تعال. كلمة. ألو. سارة. أمي. ألو. أبو راشد أنت داخل البيت؟ أنا ما في البيت أمي، في الشغل. ها؟ قول أحب حمد بن زايد. أحب محمد بن زايد. محمد بن زايد بعد يموت عليك. ها؟ محمد بن زايد يموت عليك، يحبك أكثر عن حبك لي. كلهم الشيوخ قولي كلهم. كلهم شيوخ. الشيوخ كلهم يحبونك بعد، والله كلهم يحبونكم. اوكي. أعطيني شوي البابا العنيد اللي ما بيسمع الكلام. وين اسمع يا رجال؟ لا لا لا. وآخر أنت وياك أنت الحين شو يعني؟ أنا ماشي يا أخوي، هاي ترى. شو آخر شيء يعني؟ وين بنوصل وياك الحين؟ حالة نفسية. أدري الحالة النفسية يا أبو محمد. أنت اسمعني، ما فيك شيء ما شاء الله عليك حسان. اسمعني الدكتور منو اسمي؟ دكتور طلعت. ها قال لي أنت عندك صدق مريض شوية. أنا ما مريض، أنا مستلبس يلني فيني. الدكتور طلعت درب الجن. ما يعرف الدكتور طلعت. الدكتور طلعت يعرف الخبايل الأمراض النفسية. إيه. طبعا انا اقول انا عندي حاله نفسيه يعني. قال لك لا انت خبله. بس شوف اقول لك جني. لا انت مش جني، انت خبله. انت بعد ما قصرت. اسمعني بقول لك شغله، والله انت تخبل بالجن قسم بالله. الجن تروي عمك. انت قالوا لي الجن تحوله وكلهم مسافي وانت السبب. انت روحك اني برايد اكبر يني. ما شاء الله عليك من الصبح للحين انا واقف. يا هلس يا رجل. ولا حتى غرسة الماي ما شربته. زي لا تحسدني، قل ما شاء الله خلني اشرب. ما شاء الله ما شاء الله. تشرب نعناع مغلي بالماي؟ النار بارد تخليه لين يبرد. يوم يبرد يستوي ثلج تشربه. عرفت عرفت. لا 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 هذا كله ودرته خلاص. كذبت. خلاص الحين ما اسمعني زين. وايد براشد الحين. اسمعني عندي شغل، والله عندي شغل الحين. اخر شيء شو الحين؟ بسير دبي. مسير دبي نفسيه هناك، ما براس خيمه خلاص. عند دكتور طلعت اخوي قال لي بوديك مسير دبي نفسيه هناك، تعالج احسن لك ابرك من يعني. شو رايك اوديك ابو ظبي؟ لا لا ابو ظبي ما صاير. والله زين المستشفى عندهم. انا دبي احسن. لا في اللي ما بمستشفى، في اللي بوديك في دبي وفي ابو ظبي. وزعلت عليك اخصك ما قالت عيب عليك سعيد تقرا سامينا عند رايي. زين اسمعني بتصير ابو ظبي؟ لا ابو ظبي ما صاير دبي. والله والله مكان فنان. لا بس انا ما اعرف انا صدق فينا حاله نفسيه ولا ما في. زين بوديك عند الدكتور الحرجان. والله ما اعرف يا اخوي شو. زين بوديك عند الحرجان. زين زين اخوي انت بعد اخاف اوديك وتخبل به. لا ما بخبل. والله اخاف الدك اخافك تكتب وصفه للدكتور عقب. لا لا ما بخبل فيك. انت راحك مخبل في العالم. اسمعني زين ابو راشد. موعدني عشان تذاكر وعشان مكيفات. والله العظيم الحين تبغى تخبروني عيالي. انت ايش دراني ساحر؟ انت ايش دراني متى بسافر؟ قول لي متى بسافر، كم عدد. انا ما بسافر. كم عدد اللي بيسافرون؟ لا انت ما يخصك، ما اعطيك شيء. انت عيالك. ايه عيالي. منو اللي بيسافر الحين؟ انا بسير مستشفى. زين منو اللي بيسافر؟ عيالي بيسافروا. منو امم وساره ومحمد. ايه ثلاث انفار. ايه وين بيسيرون؟ اي مكان؟ اليوم وقطعت عني قطعه عقب ما اتصل. وين بيسيرون؟ تعال ابو سنيدي يسلم عليك. رشود ربيع. منو؟ ربيع. ربيع راشد يعرف. ربيعك راشد يعرفني؟ ايه يداوم هنا مسكين. قال انا اعرفه ابو راشد. والله انا عارف وايدين ترى مسافي. من مسافي اطغت مسافي ساكن عندنا حيري. راشد الحيري اعرفه. بس هو يسلم عليك. رد عليه السلام. رشود الله يعرفك. والله يمكن تصل فيه في الخط وياه كذا تسولف وياه تسمعه. والله راي سوالف يعرف على الجن اللي برنامج راي سوالف. اي 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 فرادة وترمش انت بلاك. ايه فرادة صدق انا اقول لك والله العظيم تصل في رشود. اسمعني زين اسمعني اصبر براش اصبر علي شوي. اسمعني زين الله يهديك. اسمعني ابو محمد عيب تسافر. اما محمد ومحمد وساره ها؟ ايه وين بيسيرون؟
بيصير حيدر اباد مساكين. حيدر اباد ايه اقول لك آه. شوف هذا لبس احنا طبعا تذكر زين. اسمعني اسمعني بيتصل فيك علي. لا بس شوي دقيقة. اسمعني زين بقول لك اول خليني ارمي بخبرك سالفة. اول خليني ارمس عقب خبرني سالفة. اول خليني ارمس زين اسمعني. صور عندك جوازاتهم؟ ايه الحمد لله. زين اسمعني صور جواز ام محمد زين بس الصفحة ولا لا عشان سودي ما يكون الاسم مطابق كل شيء مره كل شيء الحمد لله. زين اسمعني انا ما اقدر اسافر. اسمعني زين انا ينية هنا ترياني ترى. زين اسمعني اسمعني بقول لك شغله اعوذ بالله. اسمعني يا كابتن يخاف براشد على الين. اسمعني زين اسمعني زين اسمعني صوره الجواز مال ام محمد ومحمد وساره خلاص موجود. زين الحين خلل عندك بيتصل لك علي اكيد يعني براشد. ايه زين اسمعني انت زين بيتصل لك علي وبياخذ بيعطيك رقم الفاكس وسر الدكان هناك عندكم. ايه عندنا بنك الانصاري انا عندين عند ما بنك صرافه الانصاري. ايه تعرف انت ما شاء الله عليك فاهم الله العظيم من يقول لك مجنون. انت ما مجنون انت صاحي. الحمد لله رب العالمين. زين هاي بعد هاي بعد زين اسمعني هاي بعد البنت بعد تبي تتكلم. زين اسمعني تخلي اخلص وياك قبل. اسمعني اسمعني وبيقص لك متى يبون يشيلون تاريخ كم؟ هم بيسافروا طالع ما اعرف والله متى بيسافروا. انا بسافر تاريخ كم يبون يشيلون؟ والله ما اعرفهم. اسال ام محمد تاريخ كم بتسافر انت؟ ها؟ اقول لك والله تعال سوا عقب اكلم هذا الحين مشكله يمكن قبل رمضان في رمضان بيسافر. الو بند الو وياي براشد خبرك سالفه اللند يوم ابويا حياه ابويا الله يرحمه زين شرقنا طال عمرك انا شليت عن اللند وصرنا في اليمن انا وربيع راشد رايد عبدوله زين خل برايه هو فاهم انا وصرنا طال عمرك بين اليبل وهاي اليبل مسكونه في مقبره وحصلنا خمس من هالمسافه هناك الله يستر عليهم يعني وين يضريهم سين نشرب من هالسبناب هذا ويينا وانا ربيع في اللند كنا صغارية عمان على 15 سنة او طال عمرك ولفنا واشوف كل واحد قام يروح بس زعقة والله اعوذ بالله منها يا اخويا وهذاك ابوه عصبي ربيعي الحين وكيل لا ضابط طيب ما شاء الله عليه والله العظيم امور يا اخوي هاي كل زعقه اعوذ بالله منها الشيطان والين وغيره اسمع اصوات اعوذ بالله منه ما ادري وش يعني من شو هاي من حاله نفسيه ولا من حاله ضيق عندي ما اعرف روحي كيف نفسيتي. زين والله ما فهمت شيء صدق. لا انت ما زين اسمعني هلو انت ما حدثك عنك يا براشد. اسمعني زين يا اخي انا بلقيت تعرف من الارض من فوق السماء. اسمعني زين اسمعني خلص البرنامج انا بسلك تليفون علينا باي باي. بتسوي اكيد اي ان شاء الله واعرفك انك بتسوي ما شاء الله عليك. والوالده الوالده بخير الوالدتك اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله يا مدام الوالده بخير الحمد لله هي مسكينه هي اللي مطرشت منك وهي اللي جابت انا الحمد لله جيتنا البيت وشفت البيت وشفت هذا وما قصرت وياي بس ما تسمع كلامي يا ابو حتى شيوخنا بعد ما يقصروا وياني الحمد لله شيوخنا بعد بيتواصلوا وياي ويشوفوا البيت كيف طاح السقف على البنت ومكتوب في الجريده عندي الجريده بعد اليوم حافظ على الجريده اللي مصورينها البنت قلت لك تحول ملحق ما بطلع تسمع الرمش شو سيب لا الملحق هذا مسكون انا ما اريد ملحق. زين المهم بتصل لك خلص الوقت. زين خلص الوقت الحين الرصيد خلص رصيد مال التليفون مال الاذاعه خلص بعد وين حتى عندك خير وين رصيدي بخلص رصيدكم رصيدي ولا رصيدكم الحين انا متصل رصيدنا خلص مال الاذاعه يلا 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 في مالها حياك اتصل يا براهي لا تنسى. لا لا ان شاء الله جهز الجوازات انت بس ما عليه هاي جوازات طال عمرك بس انا ما اقدر اسافر انا لا انت لا تسافر ما تبارك البلاد انت ما نستغني عنك يلا براهي حياك حياك الله.
الدورة الرمضانية مع الكرة ما بتصير عنا، ما عندنا هدف. المهم سأولى الله بسم الله. العربية تصير حيدرباد ولا ما تصير؟ ها؟ العربية ما تصير حيدرباد؟ بلا تصير. شوف لي انت ثلاث تذاكر الله يخليك. خذ عن الأسوار الجوازات شوف لي تذاكر ثلاث تذاكر خلي يسافرون. خلاص؟ زي عندك الآن خلصنا بعد خلصنا الساعة واحدة. مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي إلى ختام مشوارنا معكم لهذا اليوم، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة 10:00. تقبلوا تحيات جميع الأخوة العاملين براديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان. دمتم بخير والصحة والسلام والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.